الله وبركاته. معكم عبد الرحمن من قناه جود كود، والنهارده نستكمل سلسله داتا بريباريشن ان ار بروجرامنج. طبعا لو ما سمعتش الفيديو الخامس والسادس والسابع لازم تسمعهم، لان مش عايز اشرح الداتا تاني، لان الموضوع هياخد وقت ايه اطول من كده بكتير. احنا طبعا حولنا الريفينيو والاكسبنسز والجروس لداتا نيوميريك. تعال نعمل سمري للداتا. تعال نعمل ايه سمري؟ يعني نشوف ملخص الداتا بتاعتنا. ماي داتا، لازم تسمع الفيديو الخامس والسادس والسابع لازم. تعال نشوف، عندك الاكس الريفينيو بقيت نيوميريك، لها مينيمم اقل قيمه، ولها فيرست كوارتايل وميديان ومين وثيرد كوارتايل وماكسيمم، وفيها 2 ان ايز وهنا في 3 ان ايز وهكذا. طبعا انت عارف يعني مينيمم اقل قيمه، فيرست كوارتايل يعني الرينج دوت عند الرقم دوت في اقل من 25% من الداتا بتاعتي واكتر من 75% من الداتا بتاعتي بعد الرقم دوت. بعد كده الميديان يعني الرقم اللي في النص، المين يعني المتوسط، الثيرد كوارتايل يعني بعد الرقم دوت في 25% من الداتا بتاعتي، وقبل الرقم دوت في 75% من الداتا بتاعتي، والماكسيمم يعني اكبر قيمه، اكبر قيمه تمام، في 3 ان ايه وهكذا، والجروس والدفت. دي فكره الايه، دي فكره التلخيص او السمري بتاع الداتا بتاعتي. طيب زي ما قلت لك تعال نشوف يا سيدي ال، طبعا مش عايزها كده، تعال نشوف مثلا ماي داتا، تعال نشوف نشوف الداتا كلها. ماشي 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 ماشي. لاحظ ان في ان ايه وفي ان ايه وفي ان ايه، وانت مش عارف فين اماكن الان ايه. حلو، يعني في ان ايه في كل حته. ازاي اعرف اماكن الان ايه؟ او اقول للبرنامج يا برنامج وريني كل الصفوف اللي فيها ان ايه في الداتا بتاعتي. ازاي اقول للبرنامج يا برنامج وريني كل الصفوف، او عرفني اماكن كل الصفوف، عرفني اماكن كل الصفوف اللي فيها ايه ميسنج داتا او فيها بيانات مفقوده. في فانكشن اسمها كومبليت كيسز. كومبليت كيسز هي دي الفانكشن، دي من خلالها بتعرفني الحاجات المفقوده والحاجات الغير مفقوده. يعني ايه؟ يعني ماي داتا، وتعالى نشوف هتورينا ايه ماي داتا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي بتقول لي اول صف ده ما فيهوش ان ايه، تاني صف ده ما فيهوش ان ايه، تالت صف ده فيه ان ايه، تالت صف فيه ان ايه. ايوه تالت صف هي بتقول ان فيه ان ايه. طب تعالى وريني ماي داتا. افتح، لا تعال بص، خليني في هيد. هيد هيد يعني بيوريني ايه؟ هيد وماي داتا وكوما، هات لي اول مثلا 10 بس. هل اللي هي في ثالث صف في ان ايه؟ سبحان الله، فعلا ثالث صف في ان ايه. مثلا رابع صف ما فيهوش، خامس صف ما فيهوش، سادس صف ما فيهوش، سابع صف، ثامن صف في ان ايه، ثامن صف في ان ايه، اهو فعلا ثامن صف في ان ايه. يبقى الفانكشن دي وظيفتها ان هي تعرف لي ايه اللي فيه اي ان ايه، ان ايه اللي فيه بيانات مفقوده، وتقول ان هو ايه، تقول لي ان هو فولس. طيب تعالى نعمل مانيبيوليشن ونتحكم في الفانكشن دي. تعالى نعمل مانيبيوليشن ونتحكم، تعالى نحط لها نوت، دي رمز النوت. يبقى تاني كده، دي رمز النوت يعني معناها اعكس، اعكس. تعالى نشوف هتقول لي ايه. رن كل اللي ما فيهوش ميسنج اعمله لي فولس، وكل اللي فيه ميسنج اعمله لي ترو. يبقى رمز النوت بيقول لي اعكس الكلام، يبقى رمز النوت ده بيقول لي اعكس الكلام. طيب تعالى نعمل مانيبيوليشن اكتر في الفانكشن دي، ونحطها جوه البراكتس بتاعتنا، السكوير براكتس او السلكشن براكتس اللي كنا بنعمل بيها فلتره. تعالى نعمل فلتره. يبقى لما قلت لك تعالى نعمل فلتره لازم تكون سامع الفيديو الاولاني بتاع الفلتره عشان تفهم هنعمل ايه، تمام؟ بس انا فاهمه لك طبعا حتى لو مش فاهمه، بس المهم اول خمس فيديوهات، قصدي من خمسه لحد الان. المهم ماي داتا، ماي داتا، وبعد كده تفتح السلكشن براكتس، وبعد كده تكتب الفانكشن بتاعتنا دي اللي هي اسمها كومبليت كيسز، والمانيبيوليشن اللي احنا عملناه اللي هو ايه نوت، المانيبيوليشن اللي احنا عملناه اللي هو نوت، وبعد كده ماي داتا، وبعد كده هات لي العمليه ده كلها. ايه اللي عملناه ده اصلا؟ انا حطيت الماي داتا جوه جوه السلكشن براكتس، بعد كده الفانكشن، معناه ان هات لي الداتا فريم بتاعتي، هات لي البيانات بتاعتي، وعن طريق استخدام نوت كومبليت كيسز وريني وريني الصفوف التي ليس التي بها ميسنج داتا، او التي ليست مكتمله في كل الاعمده. ويرن.
تعال نلاحظ ايه، نلاحظ ايه، نلاحظ ايه. ران تاني. طيب كده ماشي. تعال نلاحظ ايه، نلاحظ ان هو جاب لي مجموعه من الصفوف. ايه المجموعه من الصفوف اللي جابها لي لما عملت نوت كومبليت كيسز وفتحت اقواس وكتبت الداتا بتاعتي وبعد كده كوما؟ معناه ان انت هات لي كل الصفوف، كل الصفوف اللي هي فيها ميسنج داتا لكل الاعمده. طالما حاطط كوما ما حطيتش حاجه لكل الاعمده، وهنا معناها كل الصفوف اللي فيها ميسنج داتا. تمام، يبقى دي وظيفتها، هات لي كل الصفوف اللي فيها ميسنج داتا لكل الاعمده. يبقى دي وظيفه كومبليت دوت كيسز. يبقى دي وظيفه ايه؟ كومبليت دوت كيسز. يبقى انا علمتك ازاي تعرف تجيب الصفوف بتاعه البيانات المفقوده بتاعتنا. ودلوقتي هنعمل مانيبيوليشن واحده واحده، وهنشوف احنا هنعمل ايه وهنحذف ايه وهنسيب ايه ومش هنسيب ايه. حلو. مبدئيا كده ايه اللي هنحذفه، او ايه القواعد بتاعه الميسنج داتا؟ اول حاجه من القواعد اللي احنا ممكن نعملها، ان احنا نملى الميسنج داتا. يعني ايه ان احنا نملى الميسنج داتا؟ يعني مثلا عندي الريفينيو، ممكن اجيب المتوسط او ممكن اجيب الوسيط اللي هو المين او الميديان، على حسب هل في اكستريمز ولا مفيش اكستريمز، هل في اوتلايرز ولا مفيش اوتلايرز في الداتا بتاعتك. تمام، يبقى اعوض عن البيانات المفقوده دي بمين او ميديان لو ينفع فعلا اعوض عنها. طيب في حاجات تانية، مثلا انا هنا عندي الاكسبنسز، يعني المبلغ المدفوع عباره عن الايرادات اللي جت لي ناقص الفوائد كلها، دي الحاجات اللي صرفتها المصروفات. يبقى المصروفات يساوي الايرادات ناقص الفوائد، الفايده اللي طلعت لي او المكسب اللي طلعت لي. تمام، يبقى ديت هجيبها ازاي؟ عباره عن انا هطرح الريفينيو ناقص البروفيت، يبقى دي حاجه ثانيه، يبقى جبتها من ايه؟ من كومبليت من كومبيوت فاريبلز، حساب فاريبلز. طيب مثلا عندي الاندستري، هل في امكانيه ان انا اعرف الاندستري؟ لا اكيد، لا اكيد صعب ان انا اعرف الاندستري. هحذف دي، لما مفيش امكانيه ان انا اعرف الاندستري بحذف. مثلا الانسبشن، تاريخ، هل التاريخ ده اصلا انا هستخدمه في الداتا بتاعتي؟ ما اظنش ان انا هستخدم تاريخ، ولو هستخدمته هتبقى في التايم سيريس. نفترض ان انا مش هستخدم التاريخ، هل هتفرق معايا؟ انا مش هستخدم العمود دوت، هل هيفرق معايا اصلا؟ هسيبه. تمام، بعد كده مثلا هنا في الستيت هل هعرف اعوض؟ اكيد طبعا هعرف اعوض، لما انت عندك 50 ستيت، نيويورك مثلا، في ستيت اسمها نيويورك وهكذا. يبقى كل حاجه ليها ايه؟ ليها تعامل. يعني مثلا في ريفينيو ممكن اتعامل معاها ان انا احط مين او ميديان، دي رقميه ممكن اعوض عنها بالمين او الميديان بتاع ايه؟ بتاع المتوسط بتاع العمود نفسه. حلو. مثلا حاجه زي الستيت، انا نيويورك موجوده فين؟ موجوده في ستيت اسمها نيويورك، يبقى اعوض عنها بنيويورك ان ايه؟ اسمها ان ايه؟ خلي بالك مش هيمسك. المهم او نيو. تمام؟ نواي قصدي، نواي معلش. مثلا التاريخ انا مش هستخدمه خالص العمود ده، خلاص انا هحذفه ليه او اعتمد دماغي ليه. تمام؟ يبقى دي فكره الميسنج داتا والتعامل معاها، ازاي نتعامل معاها؟ اما نحذفها، اما نخليها، واما نعوض عنها بالمين او الايه؟ او الميديان، واما نشوف هي ممكن ايه؟ ممكن تكون ايه؟ ونعوض بيه. دي فكره التعامل مع الميسنج داتا، يا نحذف يا نعوض عنها بحاجه تقريبيه، يا اما ايه؟ يا اما نخليها زي ما هي طالما مش هيستخدمها. انا كنت استفدت من الفيديو دوت، هنكمل الفيديو القادم باذن الله. شكرا.